هعمل لكم مكرونه بالسجق المفروم والكريمه. تعالوا نشوف مقاديرنا وهوريكم هنعملها ازاي. اول حاجه طبعا انا عندي المكرونه نفسها، عندي الباستا مسلوقه انا سلقاها نص سوا عشان مش هتنزل على النار كتير. عندي سجق انا مفضياه جايبه قلبه بس، يعني خدت قلب السجق من جوه لحمته بس. ملح وفلفل، زيت زيتون، توم متقطع شرايح بالعرض كده عشان انا مش عايزاه يتحروق. جبنه بارميجان قطعه واحده على بعضها هنبشرها مع بعض. ميه سلق المكرونه، بهارات، ملح وفلفل وشويه كريمه صغيرين. هبتدي احط زيت زيتون، عايزاه يسخن شويه عشان انا عايزه اللحمه تاخد لون اول ما تنزل على النار، مش عايزاها تتسلق، عايزاها تتحمر او تاخد صعقه كده. اول حاجه هنزلها من غير ما انزل اي حاجه تانيه لسه هي اللحمه بتاعتنا السجق المتفرغ من قلبه، او يعني قلبه جوه قلب السجق. هنزلها دلوقتي على النار، افتحهم بس من بعضهم ومش هحركهم، انا مش عايزه احركهم عشان انا عايزه كلهم ياخدوا لون. يا دوبك بس وزعوهم كويس وسيبوهم يتحمروا، لما هيتحمر كويس هيبان طعم تحميره. هسيبه على كل وش تقريبا 3 دقايق، مش هقلب فيه زي ما قلت لكم عشان انا مش عايزاه يتفعص خالص، انا هسيبه على كل وش 3 دقايق على الاقل. ممكن انزل شويه ملح البحر دلوقتي، مش هنزل كتير ملح لان طبعا السجق بيبقى شويه مملح، بس برضو المكرونه مش مملحه خالص، ف هنزل شويه ملح كويسين. اول ما اقلبه هبتدي بقى انزل معاه بقيه الحاجات اللي هتدي طعم حلو للمكرونه، ومن منهم البهارات والثوم المتقطع. اديله تقليب على الوش التاني كمان واسيبه برده يتحمر شويه كمان على نار عاليه، انا كل ده شغال على نار عاليه. هنزل بقى دلوقتي عليه الثوم عشان الثوم يبتدي يتحمر معاه وياخد لون، انا عشان كده مقطعاه فصوص علشان الفصوص دي مش عايزاها تتحرق، عايزاها تستوي وتدي طعم للصوص رهيب. هنزل شويه فلفل اسود، فلفل اسود شويه كتير من السجق يحب طعم الفلفل الاسود. هنزل معلقه بهارات صغيره، بهارات مشكله بقى زي ما تحبوا، يعني 7 بهارات ممكن او شويه بهارات مشكله عندكم. السجق اصلا بيبقى متبهر ولما بتزودوا له بقى شويه بهارات زياده كده بيدي للصوص طعمه برده حلو قوي. تقريبا كمان تعالوا على ما يستوي نبشر مع بعض الجبنه، انا بحب دايما الجبنه تبقى مبشوره فريش عشان بيبقى طعمها احلى بكتير. هبشر معاكم الجبنه، ممكن نحط بقى شويه تانيين في الاخر على وش المكرونه، نقلب مره كمان. خلاص السجق بتاعي دخل في استوى، مش هنوصله لمرحله اللحمه المفرومه بس دلوقتي خلاص بما ان هو دخل في استوى مش هيدي طعمها، خلاص حافظ على كنيته. هنزل بقى دلوقتي عليه المكرونه نفسها، هنزل بقى دلوقتي عليهم كمان شويه من ميه سلق المكرونه، هتطلع بقى كل الطعم اللي في الطاسه كمان، هتدي قوام حلو قوي للصوص. وبعدين هننزل دلوقتي الكريمه، والجبنه البارميجان اللي احنا بشرناها، ونقلب بقى كل ده مع بعض كويس قوي.